أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله ربي لا اريد سواه ما في الوجود حقيقة الا هو. الشمس والقمر من انوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه. الموج سبحه والوحش مدده والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور ثم سبحه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سيد السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها عن خلق النبي فقالت خلقه قرآن. وسيد المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ادبه فقال ادبني ربي فاحسن تاديبي. وسيد المصطفى صلى الله عليه وسلم عن البخيل فقال الذي سمع اسمي ولم يصلي علي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على الحبيب نور وضيء وشمس لا تغيب وبها سيقبل الله الدعاء ويجيب. فصلوا على الحبيب. عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ايات بينات من كتاب الله الحكيم اتلوه علينا قارئ جمهورية مصر العربية وفخر قراء محافظة المنوفية والمقيم بقرية بهناي مركز ومدينة الباجور فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الله. نسأل الله عز وجل ان يفتح عليه فتوح العارفين به. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت للذين
مكة مباركة. للذي بمكة مباركة وهدى للعالمين. للذي بمكة للذي بمكة مباركة وهدى للعالمين. وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. للذي بمكة مباركة وهدى للعالمين. وهدى للعالمين مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
ومن دخله كان آمنا. ومن كفر فإن الله لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم بعد إيمانكم كافرين.
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين
ربكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. نظرت إلى كفر النبي فهلني جمال بدا من قربي قبل بعدي فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال قبر ضم نور محمدا وما بال القبر ضم نوره ونور رسول الله من نور ربه صلوات ربي وسلامه عليه. تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا عليكم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الله القارئ والمقيم بهناي التابعة لمركز مدينة الباقون السادة المعزين قبول العزاء أجمعين.